جائزة الشيخ خليفة للامتياز 16 عاماً في دعم موكب التطور لقطاع الأعمال. رصد خلالها البرنامج نتائج مبهرة عكست تطور قدرات الشركات والمؤسسات في تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية. ويحظى البرنامج اليوم باعتراف محلي وإقليمي دولي معتمد، ويشهد في دورته هذا العام مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي وصولاً للمشاركة الشرق أوسطية، تمهيداً للمشاركة العالمية في دورات المستقبل.